من طهران أرحب بالمحلل السياسي مختار حداد. أهلا بك سيد حداد. يعني إيران تعلن عن رغبتها للعودة إلى التفاوض، هل يكفي إعلان الرغبة من قبل طهران للعودة إلى طاولة الحوار؟ هل يكفي لتحلحل الأزمة؟ تحية طيبة لكم ولمشاهديكم. يعني إيران خلال الفترة التي تم توصل الاتفاق النووي وحتى خفض إيران لتعهداتها، إيران نفذت جميع تعهداتها في الاتفاق النووي، ولكن الجانب الآخر يعني الجانب الأوروبي لم ينفذ تعهداته، والأسوأ من ذلك الطرف مهم كالولايات المتحدة الأمريكية خرج من الاتفاق. فمثل هذه الاتفاقيات يجب أن تكون اتفاقيات ربح ربح، وليس أن طرف ينفذ وطرف لا ينفذ شيئا. يعني إيران حتى الآن مستعدة للاستمرار بهذا التفاوض من أجل يعني رفع العقوبات ومن أجل أن تلتزم الأطراف الأخرى بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، كما أن إيران أعلنت يعني الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت يعني حل هذه المشكلة بإمكانها أن تعود إلى الاتفاق، ولكن قبل ذلك تقوم برفع العقوبات التي أعادتها يعني قامت بإعادتها وهي انتهت قرار 2231، وكذلك يعني تقدم ضمانات في هذا المجال لكي لا تأتي حكومة أمريكية قادمة وهي كذلك تريد أن تخرج مرة أخرى من الاتفاق النووي. ولكن أنا أعتقد يعني في هذا الإطار زيارة اليوم المدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونتائج هذه الزيارة والتصريحات التي خرجت، هذه أعتقد كانت إيجابية، وهذا الموضوع الإيجابي سيؤثر إيجابا يعني على المفاوضات القادمة سواء تقام في فيينا أو في أي عاصمة أوروبية أخرى، نظرا لأنه حتى الآن لم يتم حسم يعني مكان إقامة المفاوضات القادمة في 29 نوفمبر يعني الجاري. أشرت سيد حداد إلى أن طهران أوفت بكل تعهداتها، لكن في المقابل هنالك تقارير من وكالة الطاقة الذرية شكت من عدم تعاون الجانب الإيراني بشأن المعلومات حول نشاطها النووي. نعم، يعني الوكالة الدولية لديها سلوك سياسي، يعني هنا الوكالة الدولية لم تتحدث بأمور فنية. يعني أنا سأشير إلى نقطة، وقبل ذلك يعني إيران أوقفت بعض تعهداتها الطوعية وهي لم توقف التعهدات القانونية والتعاون القانوني والتعاون في إطار البروتوكول الإضافي مع الوكالة. ومدير الوكالة اليوم يؤكد أن برنامج إيران النووي ليس فيه انحراف وهو يعني في إطار الضوابط القانونية. أما بالنسبة لبعض هذه الأسئلة التي تطرحها الوكالة، مثلا في بالنسبة لإحدى البنود الذي طرحتها في تقريرها الأخير، هو مثلا الموضوع يعود إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهي كانت منطقة في جنوب إيران وكانت منجم، وهناك شركة من الاتحاد السوفيتي كانت تقوم يعني الاستخراج من هذا المنجم، وهذه الشركة هي كانت يعني لديها معدات كان يتم فيها بعض استخدام بعض المواد النووية. والآن وبعد 45 عاما تأتي الوكالة تطرح تساؤل حول هذا المكان. يعني هي الوكالة للأسف هي متأثرة بضغوطات يعني القوى الكبرى، خاصة أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الوكالة هي كانت المتهم الأول عندما تسربت المعلومات حول علماء إيران النوويين، وبعد ذلك رأينا يعني هناك أجهزة استخباراتية خاصة يعني الموساد الصهيوني قام بتنفيذ هذه العمليات يعني ضد العلماء الإيرانيين النوويين على أساس القوائم التي كانت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فإيران الآن يعني تطلب من الوكالة أن تكف عن هذا السلوك السياسي، وكذلك أن تحافظ على منشآت إيران النووية من الإرهاب الصهيوني. يعني هذا الإرهاب الصهيوني الذي يستهدف منشآت إيران النووية هذا خطر كبير. يعني إذا أحدث إحدى هذه المنشآت حدث لها حادث كبير، هذا يعني يعرض حياة المواطنين للخطر. فلذلك إيران الآن طلبت كذلك من الوكالة أن تتابع هذا الموضوع بجدية. نعم، يعني أشرت إلى البعد السياسي لربما في تقارير الوكالة، لكن أيضا هنالك تصريحات تصدر من طهران بين الحين والآخر بأن على واشنطن الرضوخ لما تم التوصل إليه في مباحثات فيينا. هل يعد نعم هل يعني هل يعد ذلك خطوة نحو التصعيد أم أنه تعايش مع الواقع بين الطرفين؟ لا، يعني هناك الآن حقيقة موجودة وهي حقيقة منطقية. الولايات المتحدة هي الآن السبب الرئيسي لخلق هذه الأزمة. يعني هي خرجت من الاتفاق النووي وعادت العقوبات السابقة. يعني الولايات المتحدة إذا كان لديها حسن النوايا كانت تلغي العقوبات التي تم إلغاؤها بموجب الاتفاق النووي، ولكن نحن نعرف تماما الولايات المتحدة تريد ربط ملفات أخرى
بالملف النووي، يعني مثل الملف الإقليمي، ملف قدرات إيران الصاروخية، باستخدام ورقة العقوبات. فلذلك يعني الآن الموضوع يعود إلى سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى الدول الأوروبية لا تستطيع أن تتخذ قرارا يعني دون التواصل مع الأمريكان. يعني خلال الفترة الأخيرة هم قدموا وعود كثيرة لإيران مثل الآلية المالية، الإنستكت وما شابه ذلك، ولكن لم يستطيعوا أن يقوموا بأي نشاط بأنهم كانوا يعني متأثرين بشكل كامل في قراراتهم بشأن التعاون مع إيران، خاصة في إطار الملف النووي من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن يعني أنا أعتقد في المستقبل، نظرا لمرونة إيران، وهناك نشعر يعني بعض المرونة من الأطراف الأخرى، ممكن أن نرى هناك التوصل إلى اتفاقيات جزئية أو القيام يعني بتعاون أو يعني إعادة تفعيل الاتفاق النووي بشكل مرحلي أو خطوة بخطوة. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. المحلل السياسي مختار حداد كنت معنا من طهران.